لا أريد أن أتحدث يعني يكون الفكرة وأتحدث عن تفضل. بسمايا. بسمايا ليس مثالا جيدا ولا مثالا يحتذى به، والدليل أن 30,000 وحدة سكنية المشغولة منها 13,000 و17,000 وحدة سكنية الآن فارغة. وأتمنى قناتكم الكريمة تروح البسمايا وتصور وتشوف مشاكل بسمايا، والآن في طور حل الموضوع طبعا. احنا 17,000 وحدة سكنية شاغرة، وأتمنى أن تجري تحقيقا، وهذا قد يغضب البعض ويزعج البعض هذه الصراحة، وتدقق، وهذه رسالة إعلاميين، هل بسمايا مشروع استثماري أم مشروع مقاولات أم هو هجين أم حضرتك شو تقول؟ حققوا حضرتك شو رأيك؟ أنا اعتبرني بلشت بالتحقيق الآن وبدي آخذ رأيك. مشروع بسمايا مو مشروع استثماري بالحقيقة، لأنه كلف الدولة مبالغ كبيرة، وإحنا الآن في لجنة لوضع حل لهذا الموضوع. وغير جاذب، مشروع غير جاذب، لأن 17,000 وحدة سكنية موجودة، 12,000 المشغولة مرتاحين، ولكن مشكلتنا في طريق يربط، يعني بمدينة المفروض كان يخطط لها 100,000 وحدة سكنية، بالضبط. طريق الرابط لها اللي يربطها في بغداد هو طريق مشكلة بي، والآن يعني في طور عرض هذا الطريق ها هو الطريق جزء من المشروع المفترض. جزء، يعني لا هو ما مضمن بالمشروع، بس يفترض أن يكون جزء من المشروع، لأن اللي ساكن على مسافة كذا كيلومتر من مكان عمله ويستغرق 3 ساعات روحه أو ساعتين جاية، يعني هاي مشكلة. بعد يقول لك أنا أعوف بس ما أرجع أجر داخل بغداد أو أشتري داخل بغداد.